وزير الزراعه والصناعه يشهدان توقيع بروتوكول دعم المشروعات الصغيره في الريف. شهد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي والدكتور نيفين جامع وزير التجاره والصناعه والرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيات الصغر توقيع مذكره تفاهم بين جهاز تنميه المشروعات والجهاز التنفيذي لمشروعات التنميه الشامله بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. يأتي ذلك في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري وتوفير كافة الظروف التي تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهيات الصغر متخصصة في القطاع الزراعي. هذا وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا البروتوكول ترجمة حقيقية لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسعي نحو التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. تقرير. في خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة للريف المصري وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بمعيشة المواطن المصري، تم عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. لذا تم عقد بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة لتقديم كل سبل الدعم للريف المصري، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. في إطار التوجه العام إن احنا نعمل تعاون ما بين وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، على أساس إن احنا وزارة الزراعة الحرف المنتشرة والصناعات والمهن المنتشرة في الريف، يعني الغالب منها بيرتبط بمجال الزراعة، سواء في مجال تربية الماشية، سواء في مجال تربية الدواجن، سواء في مجال مراكز تجميع الألبان، سواء في مشروعات البتلو، سواء في مشروعات تربية النحل. كل المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي محتاجة دعم فني، محتاجة من يساعدهم في إعداد دراسات الجدوى. نشهد توقيع تعاون ما بين وزارة الزراعة وما بين جهاز تنمية المشروعات، وأنا عايزة قبل ما أخش في تفاصيل هذا الاتفاق أو البروتوكول أو ما تم توقيعه، إن ده كان بتوجيه من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب من خلال الجلسات اللي كان بيتم عقدها، الغرض منها تنمية هذا القطاع وخاصة فيما يخص قطاع المشروعات الزراعية. التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي، ومساندة المرأة الريفية على تنفيذ المشروعات من المنزل، أهم أهداف التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة لتقديم حياة أفضل للمواطن المصري. احنا النهاردة كنا بنوقع بروتوكول خاص بالتعاون ما بين جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. توقيع هذا البروتوكول يأتي من خلال توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعاون وتضافر الجهود بين الوزارات الحكومية المختلفة لخدمة المواطنين، وكذلك يأتي لتوجيهه المباشر بضرورة تعاون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة الزراعة، والذي أطلقه في يوم الاحتفال المصري للمرأة المصرية. البروتوكول بيقدم دعم للمشروعات اللي ليها علاقة بالإنتاج الزراعي، سواء طبعاً إنتاج حيواني، إنتاج سمكي، إنتاج دجاجي، تربية نحل، كل المشروعات المرتبطة بالنواحي الزراعية. وطبعا دي مشروعات الحقيقة بتخدم الريف المصري، لأن يمكن أغلب سكان الريف المصري بيمارسوا هذا النوع من الأنشطة. حياة كريمة مشروع يهدف لتطوير الريف المصري والوصول للأماكن الأكثر فقرا وتنميتها لرفع مستوى معيشة المواطنين. محمد كمال، مصر الزراعية.